ايه يبغى يوصل سلامي لابو علي، وصل سلامي لابو لابو عبد عبد العزيز عليك عليه السلام. ايوه هذا عاد خبر المداعبة بينه وانا وابو علي. ايه وصلت اهله بالافغاني، قلت كاجوره خوله يا مزدرخة يا لشردغه. انت تجيد اللغه ولا كلمات؟ لا انا ما قال تجميع، لا لغتهم صعبه بس انها على ما قال ولا تجميع الافغاني لقاهم يتكلم عربي. ايه انا كان عندي عمال ومن منطقه الشمال في باكستان او يسمونهم البشتو. فكنت وقتها يعني احب اتعلم اللغات لما جاء طاري ابو جلباخ الافغان. فكلمه واحده جلست يمكن فيها 3 اسابيع وهم يضحكون علي فيها. كنت طبعا عندنا مقاولات، كنت اودي العمال للعماره وارجعهم للسكن. فلما اخذ معهم معطي بالسوالف فقلت له اذا جيت اقول لكم فمان الله وش اقول؟ قال لا بما خدخا، خد حافظ هذه بالفارسيه وهم يتكلمون، ولكن بما خدخا هذه في امان الله طويلة. بالبشتو اللي هو الباكستاني يعني. البشتو صعب. المهم اول ما تعلمت كنت اقول بخمي خميخا بخدي خديخا، يضحكون علي بخميخا باهو انا الان ابيكم تقولونها الان وبعد 5 دقائق ابيك تعيدها الكلمه. بننساها بننساها. بمخ خديخة. هاي ابو جلباخ بمخ خديخة. بمخ بمخ خديخة. بمخ خديخة. هذه في امان الله. طبعا كيف الحال؟ سنجي خي تاكلي جوري كهالي طبيعه خدي. لا هذا لغه البشتو غير لغه الاردو. الاردو كهالي عندك لغه ما شاء الله. تيك تاك طبيعه تيك سنجي اعرفها. اي سنجي هذه بلغه المفروشات يقولونها. العجيب اقول لك انا 3 اسابيع وانا اتعلم بس بمخدخا، فلغتهم كانت صعبه صعبه جدا. بمخدخا 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 سهله بمخدخا. لازم تكتب كتاب احمد الطيب. كان عند جزاك الله خير خديدي خيركي خديدي خكا. ابى اقول الله يعطيك العافيه والله يدخلك الجنه، الله دي جنتك داخلك، الله يرزقك السعاده، الله خشى لك. يعني هذه من الكلمات تحس مكسره، هي لغه عربيه يعني فيها فيها طبعا حروف لا تكتبتها مكسره. انت تحصلها عند الحرم مكتوب وضوكي زي كذا يعني. ايه هذه بالاردو. هذه جيد جيد الواحد يعني مشتركين في موضوع الاردو. اقول جيد الواحد انه يكون عنده ثقافه يعني العماله اللي يكون انا الارقام تعلمت الظهر لين 10 بلغه البشتو. لا صعبه صعبه. يو دري يو دوا دريو سلور بنزا شبق والله حتى نسيتها. نها لس يعني اوه زمان هذه. وانا ترى ابوي يمكن ابو 18 سنه او 20 سنه يمكن. لان الواحد يعني انت لو تلاحظ الحين لو جبت كلمه ويتعجب انك استغرب انك تعرفها ينبسط يستانس تشوف حتى بتعابير وجهه. جدا جدا. انا طبعا هنا القوه هذا اللي بمكه هذا الطوارئ الظاهر كذا مره يسوون معهم مقابلات. هذا اللي يتكلم افريقي اللي يتكلم البشتو اللي يتكلم اردو يقولون نروح دورات محتاجين بالضبط. محتاجين انا عاد احب اللغات يا ابو خلط اللغه بما انك متواجد معنا في حلقتنا. اي ولا يبشر يا شيخ عزيز. ها انا جاي طالب رد الحين ما ادري سمع قصيده عندك هذاك بالاندونيسي خبرنا امره بالباكستاني مدري بالاندونيسي الظاهر ذكرني اياها. هذه طبعا سافرت ماليزيا او ماليزيا وصراحه يعني عجبوني في يعلمون ابنائهم الصغار عدد اولاد النبي صلى الله عليه وسلم بانشوده وهذه يعني مبادره جميله. والان لو سالت ابنائنا الله يصلح يعني حالنا تجدهم ما يعرفون يعني الا ما قل. فأعجبتني يعني فكرتهم. هم يعلمون الأولاد الصغار يعني النشودة للأطفال. النشيدة أجيبها لكم يوجهها جلباخ لأبو جلباخ. طبعا هذه اللغة ونستفيد ماليزية اندونيسية بعض أجزاء من تايلاند وبعض أجزاء من سنغافورة يتكلمون باللغة الملايو هذه. عطنا صدى يا جليا. يلا جاك الصدى. هذا واثق اللي يقول عطنا صدى واثق. اي واضح واثق واثق. اي لا لا شيء موجود موجود. عطنا سناب يا بروان. ابشر. الله يسعدكم. صدى؟ صدى موجود. يا سلام. انا كنبي كيتا انا كنبي كيتا
ada tujuh orang, tiga laki-laki, empat perempuan. Qasim Ibrahim, Abdullah Fatima, Zainab Ruqayya, Ummi Kalsum. Abu Jilbah. هذه يقول لك أنك يعني الأنك أولاد أنك نبي كتا عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أدا توجو أورنج أو عنده توجو رقم سبعة بالملايو أورنج أشخاص أدا توجو أورنج تيجا ثلاثة لكي ذكور أمبت أربعة برمبوان إناث Anak Nabi kita ada tujuh orang, tiga laki-laki, empat perempuan. Syafa ambat qariba min ambat qariba min bint. Ayna ada. صح. أربعة هي أربعة. يعني بنت. عجتنا مواقف كثيرة على تعلم اللغة وعلى يعني ذاك اليوم هذه من المواقف كنا في بريطانيا. ومعنا واحد يتكلم والله لغة بس سبحان الله ما أدري في اللي ضيع اللغة ذاك اليوم من عند الإنجليزية. وانا كنت في اللوبي جالس اتكلم مع الموظف الاستقبال وجاء خويي متحمس يبي يتكلم انجليزي وهو والله يتكلم بس سبحان اللي على قولتهم تجي بعض الاحيان تهج بها فانا سولف مع الموظف الاستقبال وذا دخل علينا مدرعم قال بليز جيف مي نمبر وايف هو يبغى رقم الباسورد حق الواي فاي وهذا على طول قال بليز جيف مي نمبر وايف رقم زوجته الرجال يسالني يقول له وش يبي برقم زوجتي ذا عرفته وجل بعض يقول عطني رقم زوجتك ايش تبي رقم زوجتك وايف اي نعم بليز جيف مي نمبر وايف هو يبي الباسورد حق الواي فاي رقم الزوج عند الوالد كان عنده عمال بنقال يشتغلون وانا صغير ذيك الايام فاسمعهم شغلين اغاني ويشتغلون يبنون وليسون شغالين المهم وحفظت بعض الكلمات منها ومنهم كما تعلمت كلمات مثلا فعندهم كلمة بندو بندور يعني حبيب صديق باندو صديق فالغنية عندهم كلماتها شينا بندو يا ماري فقلوبنا قلوري فهذه الغنية تعتبر قديمة ما يعرفها إلا زي مثلا اللي عندنا يسمعون الأغاني القديمة حقت المهم الطيبين فهذا ايوه لما انا اقول اي بنقالي مثلا شاب يعني يعرف الكلمات لكن ما يدري انها قديمه لكن لما اجي عند الشيبان من موضوع الكلام يضحكون فلما اجي اقول له مثلا ابغى اكل بس يكون حار اقول له زالبيشي يعني حار مره يعني شاهي يعني صاه فاني بيشي يعني ماء بارد باني هم عندهم كذا اي نعم باني ما بنغالي انا اتذكر وانا تقريبا كنت في الثانويه وكنا في رحنا للجواله والجامعه وسوينا مشهد وكان معنا واحد يقلد باكستاني وقال يعني بيت تقريبا بالاردو وحفظته ومن ذاك الوقت انا عندي حب اللغات وتذكر البيت بالاردو كان يقول اوغو او كم لي ولا والنبي صلي عليه والنبي صلي عليه اوغو او كم لي ولا وصار هالمشهد وحفظت الكلمه مبدع يا ابو عبد العزيز كان في عمال طلع التقديم كان حاشرك التقديم ها الله يسلمك كان في عمال بكراتين باكستانيين وكان معهم تقولون استلمتوا هالباكستانيين صرت محتوى اليوم انت اللي فتح علي الموضوع هذا فالعمال دول مشكله الحين كيف اطلب منهم انا الحقيقه معلم انا النجاره معلم يا سلام ما شاء الله لكن كيف ان نتعامل معاهم قلت لهذا مترجم كلمه انجليزي كلمه كذا صرت اللي يشوف انا من قال والله ايش هالترجمه اللي والله حافظها تمام مو كذا مثلا اقول له خان بليز جيف مي سمول بتن اور سكنجه هذه السكنجه ما في الانجليزي هذه بالاردو فخليط من الانجليزي اقول اعطيني مربوعه صغيره او بتن طويله او كذا هامر شاكوش كنت اجمع من هنا ومن هنا وماشي الحال ماشي كل ما جو قالوا لا والله خطير ماشي انا ما افقع فيها شيء هم الافغانيه هذول بيشتغلوا جبارين شغلهم جبارين نطلع من الباكستاني ولا الافغانيه؟ يا سلام
في واحد يقول انا في الثمامه يقول على الدباب يقول طلعت وانا مسرع يقول اطلع في وجهي عيال صغار اوروبيين ابوهم موجود في السياره تحت يقول انا فراس الطعس الطعس يقول ما شفتهم الا قدامي واصدمهم يقول طاح والصغار يقول اعمارهم يعني من 11 من 10 سنوات يقول طاح واحد منهم الدم على وجهه وشافهم ابوهم جاك يزبد رايق قام شاف الدم زاد يقول وانفعل وصار يسبني ويتكلم علي وما ادري ايش يقول بالانجليزي انا ما فهمت ولا كلمه يقول انا مخطئ انا غلطان اول شيء انا صغار والشيء الثاني سرعتي كانت زايده لكني في خاطري شيء ودي ارد عليه ودي افهم لو كلمه واحده اعرف وش يقول هو يسب هو وش يقول لا بيمدح الحين يقول احمر وجهه مع لونه يقول احمر وجهه من 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 الغضب اللي يقول وانا صراحه يقول انفعلت زياده فجمعت الكلمات الانجليزي اللي درستها في المتوسط وفي يقول كلمات من اي حد ابن وصو يالله يقول يقول ابغى عشان ارد بس ابغى انا يقول انا يقول احيانا الواحد ودك تفهم منه كلمه عشان تعرف وش يقول ترد عليه يقول وانا صراحه انفعلت لاني عارف انه يسبني بس ما ادري شو يقول ها يقول قلت له جاب اقصى كمبيوتر ارد عليه الحين كمبيوتر يقول هو الرجال مواصل ساتردي ساندي ماندي يقول وعدد له ايام الاسبوع انا يقول انا خابص ان الدعوه تقول يوم شافني كمبيوتر وعدد ايام الاسبوع درى اني ما من الرجال يوم تغير وهدى لما رحت الضيقه وضحك قلت زين زين بس انها جت زي الاجتهاد اذا جاب ضحكه اي لا لا لقى مخرج ولا يمكن ناوي بعد نيه ثانيه احيانا بعض قال اللي قدامي هو طبيعي قال مو طبيعي اي نعم جالس يعطينا ايام الاسبوع والرجال فقعنا الرؤوس عيالي جيد الواحد انه يعرف عنده خلفيه عن جميل استاذنا ولا ابو روان ولا حتى ابو علي ولا انت حتى في بعض اللهجات الاعمال مثل ما قلت قبل شوي والله يفرحون فبارك لو احتسبتها يعني جاك واحد بالانجليزي وتكلم معك كلمتين ربما يكون غير مسلم او من اي جنسيه اخرى او حتى كان من الجنسيات اللي يغلب عليهم الاسلام لكنهم يعني يجهلون بعض الاشياء فانت تعرف يعني مداخلهم ومخارجهم وهذه يا اخي احتسب والله عند والله, والله والله حصلتني انا حصل لي موقف وأنا كنا في مطار الله يجيب المطار لكن كان جانا واحد نصراني هو مستشرق واللي يعلمون النصرانية والله عاد ما أدري إيش قال وجاء يسأل عن الإسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا ذاك الوقت ما أعرف إلا حقتك ساتردي وساندي وماندي إي والله ومعي واحد من زملائنا في الرحلة كان يتكلم إنجليزي وقام يتكلم معه شوي لكن ما عطاه بال قلت يا رجال شوف شو يقول قال يا رجال ذا مخه يبي له وقت ويبي له ما فهمت يتكلم مدري ويش ويسأل سلتن صعبة قلت يا رجال على الله يهديه خذوا عطوا معه وانا في مطارنا ما عندنا شيء جالس خليه يترجم لك اي نعم قال يا رجال قلت له أعطيته مختصر قلت له يا رجال توجه لله وإن الله يدلك الإسلام يعني لا تكثر علي الأسئلة قلت لها بالعكس كان أخذت معه ولا أخذت عنوان ولا كذا ولا أنا ما أعرف شيء فكانت يعني صراحة من الأشياء اللي قلت يعني لو واجهت أحد تتكلم معه صحيح. بلغته في الإسلام تشرح له في الدخول للإسلام فصراحة فيه مكسب يعني مكسب عظيم أسلم عندنا فلبيني في أيام الحج عندنا فلبيني وقت كلام أبو روان فلبيني في الديرة قبل كم سنة أسلم بسبب واحدة من الشباب يعني جيد في الإنجليزي جاء هو في المحل وتكلم مع كلمتين على طول لكن بعضهم أسرع ما يرجع يا أستاذ إبراهيم ها أبو إبراهيم إبراهيم أستاذ إبراهيم لكنهم في نفس الوقت سريعين في دخول الإسلام لكن يعني بعض المواقف تأثر عليهم كثر ما نشوفهم يقول فرحت والله وجيته وسلمت عليه وعطيته بعض الهدايا جيت بعد شهر ألا متغير اي قلبه رائع يقول اكلم خوي وجاني وساله كلمتين قال والله جاني واحده من الشباب عندكم يعني
كان اسلوبه خطا وكذا ونرفزني كيف هذا هذا مسلم يقوله نسال الله يقول, إيه يقول من عيالنا صورة وشوف الصوره يقول ورجع عن الاسلام الصوره يا اخي كان بعض المواقف الاسلوب التعامل الدين المعامله مثل ما قال ابو عبد العزيز انا عندي هنا رساله لاخت ريم المالكي جزاها الله خير دائما تذكرنا بالوقف اسال الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتها وكذلك قبل كم يوم كنت وصلت الوالده المستشفى واشكرها جزاها الله خير تبرعت بنيه شفاء الوالده جعل الله في ميزان حسناتها فارسلت رساله تقول ليتكم تتكلمون عن هذا الموضوع تقول ولا تحسبن الله غافل غافلا عما يفعل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار هذا وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلومين يقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا ها عما يعمل الظالمون حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم فإن الله يملي للظالم ولا يمهله ليزداد إثما حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والظلم هاهنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد الله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أي لا تطرف من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل وطلبت عادة أن نتكلم عن المظلوم ونصرة المظلوم يعني هذا الموضوع صراحة جدا جميل وأشكرك على هذا التذكير والله سبحانه وتعالى يكفينا شر الظلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم الحديث طويل وجميل جدا جدا كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي اللهم صل على نبينا محمد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسألوني لا أعطيت كل إنسان مسألة ولا ينقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر حديث عظيم صراحة يعني يتكلم فيه عن فضله وقوته وعظمته وخزائنه الملأ سبحانه وتعالى وأن الله جل جلاله حرم الظلم على نفسه ودعاء المظلوم مستجاب يعني ولو بعد حين دعاء مستجاب يعني من الذين يستجيب الله دعوتهم دعاء المظلوم تفضل يا أبو علي والله الشقيقة المالكي منى السفياني ذكرت الموضوع معين وأول شيء تقول تشكر على الشيخ وتقول والله نزلت دمعتي من قراءة أبو عمر اليوم ما شاء الله تبارك الله والمجلس هذا تبارك لكم في مجلسنا والافتتاحية العظيمة هذه وتقول بمناسبة الوقف تبرعت بوقف يعني شوية غريب ولا غريب على المسلمين اللي بعضهم يشد بعض تبرعت عن نفسها وعنا عن المجلس بنية الشفاء وتقول من هذا القناة لعلها تكسب الأجر إن ندعو لرجل مسه الضر وهذا التبرع لإبراهيم السويلم الله يعني أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وجميع المشاهدين فجزاك الله خير وهذا كل مريض في أنحاء المعمورة ولعل هذه القناة تحظى بالأجر الدعاء هذا لهذا الشخص الذي مسه الضر فإحنا ندعو كلنا أن الله يشفيه ويسدد صحتي والستري والسلامة والعافية إبراهيم السويلم معروف وعنده مرض وأسأل الله أن يشفيه وجزاك الله خير يا منى اللهم آمين صراحة يذكرونا بوقف اليتيم الكائن في مكة يعني هذا الوقف العظيم الشباب بيجون أبو علي نعم صحيتهم وخلاص وكلت من يقوم يعني احنا جالسين ننتظرهم لا جايين نبغى نقيم الصلاة أنا ما طولت عندهم بس كنت واحد وخلاص جزاك الله خير يا أبو علي أقول هذا الوقف العظيم وقف لليتيم